خازوق بعده الخازوق. مالك يا مرخ؟ مالك اسمه الصليب. مالك اسمه الصليب؟ مالك كنت تحلم ولا ايه؟ كابوس ده ولا ايه؟ كابوس. ايه كنت تحلم بايه؟ كابوس فصيح. كنت تحلم بايه؟ قصة طويلة. حصل لك ايه؟ قصة سوسو. انا هحكيها لك. احكيها لي يا مرخ. القصة بدأت من 5000 سنة. حتحور، أنا زعلانة منك يا حتحور. ليه يا سونية؟ أنت بقالك سنة هتقولي إن أنت هتترقى وهتبقى الحارس على الهرم السابع. الدرفيل وحب الدرفيل للماء وحب التنين للنار. سونيا انت لي ارجوك يا سونيا. هتحور، سمعت الكلام ده منك كتير، انما التنفيذ اعيش لي في بيت من 4 مسلات ليه؟ قول انت عايزه ايه يا سونيا وانا هعمله لك. انا مش عايش في بيت اقل من 5 مسلات. ولكن يا سونيا انا دخلي محدود. غيري عايشين أمنريدس عايشة في هرم. ولكن أمنريدس متجوزة تحتمس، وتحتمس أكبر مالك أهرامات. أنت أخل من تحتمس في إيه؟ عليك اللعنة، عليك اللعنة يا حتحور. أنت زوج فاشل، زوج فاشل، لكني أحبك يا حتحور، أحبك حبا جما. معاكي ولاعة يا سونية. هل هذه سيجارة كيلو بطرة؟ نعم، إنها شركة عمتي. طب وإيه؟ إيه آخرتها؟ ما أقدرش. أحبك يا سونية. عارفة والله، والله العظيم عارفة من كل قلبي. سيبك من حتحور، أنا هجيب لك أهرامات كتير. هو عيب حتحور بس، حتحور إن هو سيبك من حتحور، تعالي. زبال. سونية! أيتها الفرعونية الحقيرة! كيف تفعلين هذا بي؟ حتحور! سأشتكيك إلى إله الحب آمور. أرجوك لا أحد. ومن هذا الحقير؟ هذا الذي يعودني عن الفقر الذي تعيشني فيه. أيها الحرعوني الحقير، أيها الفقير، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل لي في حياتك؟ أنت لا تشتري حتى ورقة برد لعينة أكتب عليها مخياجي. إنه ككلب أنوبس. أهذا ما يهمكم؟ الفلوس والأهرامات؟ نعم. والبردي؟ أيتها الحقيرة، لقد أضعت عمري معك، ولكنني سأطلب منك طلب أخير. ولاعة، أولع السيجارة. ولمعلوماتك أيتها الحقيرة، إنها ليست كيلوباترا،
وان. سياسوني يا حقيرة. ايه ده؟ انت مين يا روح امك؟ شبيك لبيك عبدك بين ايديك. انت بتاع الامنيات؟ هو انا فعلا؟ انا عايز 10 امنيات. يا اناني هم 5 بس. انا دلوقتي اتخزوقت يا عفريت. انا عايز اشوف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. اللي ممكن يحصل ده حاجات كتيرة وفي ايدي. انا عايز اروح زمن تاني، زمن بعيد. شبيك لبيك في ثانية تكون هناك. تعال معايا وانا هوديك. فوق يا حطحور. انا فين يا عفركوش؟ انت في العصر 1953 بعد الميلاد. ميلاد؟ ميلاد مين؟ لا ده موضوع تاني ابا احكي لك عليه. واحنا فين دلوقتي؟ احنا في قهوة الانس. انس؟ بسوي بيه سعيدة علي. سعيدة مبارك. ايه اخبارك؟ الله يمسيك بالخير يا تسوقي بيه. الفسحة النهاردة في الكلوب بالزينبي كانت تجنن. ولسه. لا بس انا زعلانة منك حاجة. زعلانة منك. ليه؟ انا اقول لك عاوزة مطرح اقعد فيه. انا يعني بنسيون السعادة مبهدل. قلت لك اختاري السراية. سراية الزمالك اهي. صعب بقى. ما اقدرش اقعد مع واحدة. مع واحد لوحدي في البيت. الناس يقولوا عليا ايه؟ الله. ما قلت لك ابعت لك الاوتومبيل امبارح. اوتومبيل ايه برضه يا سوي؟ بنركب اوتومبيلات. طب انت تؤمر. بس انت تؤمر يا جمال. تقشر بس كده. اقشر ايه يا سوي؟ انت فاكر اني سودانيه ولا ايه؟ بس قول لي بس يا سوي. لا انت شكلك متضايقه النهارده. شكلك متضايقه كده. خايفه عليك والله يا سوي بيه. خايفه. خايفه من ايه؟ خايفه. عبد المتعال باشا، كريم باشا. كلهم بهدلوا في التأمين. بهدلوا دول هم يبهدلوا، انما انا لا. يا سبع البرومبا انت يا سبع. بس انت بس توافق. موافقه؟ اوافق على ايه؟ تيجي لي النهارده في السرايا حفله عشان انور يا تسوي بي صح؟ انور لك. تيجي تنوريها كده. قلت ايه يا سنية؟ فكري يا سنية. انا اتأممت يا سنية. يا لهوي. لا قول يا مهروش انت زيك زيهم. مساء الخير. انت مين وجيت هنا ازاي؟ انا حطحور. انا جدك يا ابني ما تخافش. ومعايا عفركوش. مين عفركوش؟ خدامك بين ايديك وتحت امرك. انا اتخزوقت واتأممت يا عفركوش. وانا حصل لي زيك. وكل اللي انا عايزه سجاره يا عفركوش. شبيك لبيك. حالا يكون طلبك عندي. الله يمسيكي بالخير يا كليوباترا. علبه. دلوقتي هتروحوا زمن تاني غير ده وتشوفوا هيحصل ايه. تعالوا معايا. يا مرقص بقى كله ده طلع من صوصه. انت لسه سمعت حاجة يا محمد يا اخويا؟ ايه اللي حصل؟ شايف دي؟ اه حطحور سابها لي. ودي سوري ربع
ربنا يمسيه بالخير. والفانيلا دي مين؟ ياه ده دي قصه لوحدها. 1970